الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي قبل دخول الوقت المكتوب في التقويم بخمس دقائق تقريبا؟ الحمد لله، قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أجمع العلماء على أن الفرائض الخمس المؤدات لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من أوقع الصلاة قبل وقتها الشرعي المحدد شرعا أن صلاته غير صحيحة، فإن كان تعمد تكبيرة الإحرام قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، لا تصح لا فرضا ولا نفلا. وأما إذا كبر للإحرام قبل دخول وقتها ولو بدقيقة أو دقيقتين كل يعني جاهلا دخول الوقت أو مخطئا أو ظن أو عن ظن قد بان خطأه فيه، فلا تصح صلاته فرضا ولكنها تصح نفلا. ومن المعلوم عند العلماء أن الوقت شرط للصلاة، بل أنا أقول في أصح الأقوال أن الوقت سبب من أسباب وجوب الصلاة في الذمة والمطالبة بها. ومن علامة السبب أنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ووقت الصلاة كذلك، فلا يترتب وجوبها في الذمة ويطالب العبد بها إلا بدخول وقتها. فسواء عبرنا عنه بالسبب أو الشرط لا بأس، والعلماء يتوسعون، لكن التعبير عن الوقت بأنه سبب هذا أدخل في بيان الحقيقة والواقع. والوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يبدأ بتكبيرة الإحرام في هذه الفريضة إلا بعد دخول وقتها. والاعتماد على التقويم ليس أمرا مطلوبا إذا كان عند الإنسان القدرة والمعرفة في معرفة دخول الأوقات وخروجها. فإذا كنت عارفا بأدلة دخول الوقت وعندك الاستطاعة لمعرفة دخول الوقت بدون النظر إلى الساعة أو التقويم، فحينئذ هذه وسائل بدلية لا يعتمد عليها إلا عند عدم المعرفة. وأما إذا كنت جاهلا في معرفة دخول الأوقات وليست عندك المعرفة بالعلامات التي نصت عليها الأدلة، فحينئذ كيف تخالف التقويم بخمس دقائق؟ بناء على ماذا خالفته؟ تكون قد خالفته لا عن علم. ولذلك لا بد من الالتزام بالتقويم، التزم بالتقويم إلا إذا كانت عندك الأدلة التي تستطيع بها أن تتعرف على دخول الوقت. فإذا من صلى قبل الوقت لم تجزه صلاته، في قول العلماء رحمهم الله تعالى. فإما أن تعتمد على التقويم أو الساعة فلا تصلي إلا بعد دخول الوقت على حسب التقويم، وإما أن تترك التقويم وتعمل وتجتهد أنت بنفسك إذا كنت عارفا بالأدلة. وأما أن تخالف التقويم إلى أمر أنت جاهل فيه فلا أرى أنك تقدم على ذلك ولا تجرؤ على فعل ذلك. فالتزم بالتقويم ولا تبدأ بالصلاة إلا بعد دخول الوقت وسماع المؤذن على حسب التقويم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى تنقطع أحكام السفر؟ الحمد لله، القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا خرج من بلاده مسافراً إلى جهة معينة فإنه يبقى مسافراً حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول: إما أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وإما أن يرجع إلى بلدته التي سافر منها. فأي الوصفين تحقق في الإنسان فإنه ينقطع حكم السفر عنه لخروجه حينئذ عن مسمى المسافر. فإن قلت: وما دليل الحالة الأولى؟ فأقول: دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلاده الأصلية هي مكة، فلما أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة
هاجر إليها بنية الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه التي هي المدينة، فانقلبت الحال في حقه صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة بلد إقامة له يتم الصلاة فيها، وصارت مكة بلد سفر يقصر الصلاة فيها. فإن قلت وما دليل الحالة الثانية، فأقول دليلها كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يترخص بقصر الصلاة ما دام لم يدخل المدينة، فمتى ما دخل المدينة عاد حكم صلاته كما كان يصليها أربعا. وأما في سفره مذ يخرج من المدينة حتى يرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين، وهذا ثابت بالتواتر عنه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وأما ما عدا ذلك من الأحوال فإنها لا تقطع حكم السفر عنك، فالمدة التي ذكرتها أنت لا تخرجك عن دائرة كونك مسافرا إلى كونك مقيما في البلد المسافر إليه، بل لا تزال مسافرا سواء أقمت المدة التي ذكرتها في السؤال أو أقمت أكثر منها، بل لو أقمت 5 سنين في البلد المسافر إليه أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يخرجك عن دائرة كونك مسافرا، لأن أحد الوصفين لم يتحقق فيك، فلم تنوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه ولم ترجع إلى بلدك. فإذا لم يتحقق فيك أحد الوصفين فلا تزال في حكم المسافر. زادك الله توفيقا وسدادا وفقها، والله أعلم.